أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أبناء الزوج محارم لأم زوجته الثانية؟ لا، أبناء الزوج ليسوا محارم لأم زوجة أبيهم الثانية، بل هم عنها أجانب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول فيه صاحبه: نعم أعد العبارة. يقول: عفى الله عنك، هل أبناء الزوج محارم لأم زوجته الثانية؟ لأم زوجته الثانية لا، ليسوا محارم لها، ليسوا محارم لها، وإنما هم محارم لزوجته الثانية فقط، أما أمها فهي أجنبية منهم. نعم.